مرحبا بالجميع، هنا زاكر. اليوم سوف أبدأ البرنامج التعليمي لماكينة لف الألمنيوم HT1، وفي الجزء الأول سوف أريكم كيفية تلقيم المادة وتشغيل البرنامج. هيا بنا. أولا قم بإيجاد صندوق الأدوات في الماكينة، ثم خذ مفتاح USB الخاص بالبرنامج. قم بإدخال USB في الكمبيوتر وقم بتشغيله. وفقا لدليل المستخدم هذا، ابحث عن الوضع المطابق لتلقيم المادة الخاصة بك. قم بإدخال المادة وتأكد من مرورها بمسارات التوجيه العليا والسفلى. شد البراغي واضغط على زر للأمام Forward حتى تصل إلى أطراف قسم اللف. قم بتشغيل البرنامج المثبت والذي يحمل شعار هايتك على سطح المكتب في الكمبيوتر، وانقر على فتح Open. في النافذة المفتوحة يمكنك البحث عن ملف DXF الخاص بك وافتحه. في شريط القائمة العلوي انقر على الجهاز Device، ثم انقر على المادة Material. كما ترى جميع مواصفات المادة تم تخزينها بالفعل على البرنامج ولا تحتاج أي معايرة. هاها، رائع أليس كذلك؟ في حالتنا هذه فإن سماكة مادة الجينيليوم 0.5 ملم وارتفاع 9 سنتيمتر، لذا سنختار ذلك. يجب عليك اختيار المعدات التي تستخدمها لقطع ألواح الأكريليك، قاطع الليزر أو أجهزة التوجيه CNC والتي نسميها آلة النحت. في الجزء الثاني سأشرح خيارات آلة النحت. أما الآن لنبدأ بماكينة الليزر. حسناً، في الصفحة الرئيسية يمكنك العثور على خيارات المادة Material Options، وهنا يمكنك اختيار نوع المواد Type وحجمها Size. في خيار الفئة Category يمكنك العثور على جميع أنواع المواد مثل الشرائط المطوية التي يمكن أن تكون مثلثاً أو مستطيلاً، والألمنيوم المسطح والجينيليوم والضوء الجانبي Side Light. على سبيل المثال إذا اخترت ألمنيوم مسطح، أستطيع في خيار المادة Material اختيار الارتفاع وكل المواصفات التي تم ضبطها مسبقاً. سهل جداً. إذن مادتنا هي جيلينيوم 0.5 ملم وارتفاع 9 سنتيمتر. ها هي. دعنا نختار شعار أبل. انقر بزر الماوس الأيمن وانقر على زر التحديد الخارجي Outer Pick. اختر العقدة المفضلة لديك لبدء عملية اللف. إذا نقرت عليها مرتين فسيختار البرنامج كل التصميم تلقائيا، ولكن إذا كنت تريد اختيار فقط جزء من التصميم فانقر مرة واحدة على عقدة البداية ومرة واحدة على عقدة النهاية. الآن ستختار الماكينة المنطقة المحددة فقط. حسناً، دعنا نختار كل التصميم Total Design. لا تنسى بعد الاختيار عليك أن تنقر على زر التأكيد Confirm بنقر الماوس الأيمن واختياره من القائمة Menu Bar، ثم انقر فوق زر ابدأ Start. ها نحن نبدأ. الآن يمكنك شرب قهوتك والاستمتاع بوقتك الذي وفرته بواسطة ماكينة اللف هايتك. آمل أن يكون هذا البرنامج التعليمي مفيدا لكم، وفي الجزء الثاني سأشرح الخيارات الأخرى للماكينة. يرجى متابعتنا على الإنستغرام والفيسبوك والاشتراك في قناة اليوتيوب للحصول على مقاطع فيديو تعليمية كاملة والتدريب عبر الإنترنت. شكراً على المشاهدة. هايتك لحلول اللافتات.